التأمل الذهني. هاتفك يرن. ما هذا الازدحام الذي لا ينتهي؟ سرعة الحياة وازدحامها يخلق حالة من التوتر والقلق والخوف في بعض الأحيان. إضافة إلى ذلك، فإن خطر التوتر والقلق يزيد أكثر في الظروف الاستثنائية والصعبة مثل انتشار الأوبئة والأمراض. للتوتر والقلق أثار سلبية علينا وعلى المحيطين بنا، ومنها الإجهاد، القلق، الألم، والاكتئاب، والكثير من الآثار السلبية الأخرى. هل سمعتم عن تمارين التأمل أو التنبيه الذهني؟ للتخفيف من هذه الآثار علينا ممارسة التأمل أو التنبيه الذهني. إذن كيف يمكننا ممارسة هذه التمارين؟ هناك الكثير من الطرق البسيطة لممارسة التأمل الذهني، مثل الشعور بكل شيء حولنا، وهذا يعني أن نرى، نسمع، نشم، نلمس ونتذوق. باختصار، نستمتع بكل ما هو حولنا حتى لو كان بسيطا. ممارسة تقنيات التنفس المنتظم، وهي تنفس عميق مع التركيز على الاسترخاء والاتزان بالأفكار والعواطف. وأحد أهم تمارين التأمل هي ممارسة اليوغا. ممارسة أي نشاط إبداعي يخفف الكثير من التوتر والقلق. النشاطات الإبداعية كثيرة ومنوعة، مثل الرسم، الموسيقى، المسرح، الرقص والدبكة. ولكي نفهم ما هو التنبيه الذهني ونشعر به، بإمكاننا رسم صورة في العقل لشيء معين ونركز عليه بشكل كلي لدرجة عدم رؤية أي شيء آخر. يفضل أن يكون التأمل في مكان هادئ مع إضاءة طبيعية ومعتدلة وهواء نقي ودرجة حرارة معتدلة، وأن تكون جالسا بشكل مريح. والأهم أن تمارين التأمل والأنشطة الإبداعية تكون بشكل منتظم ومتكرر. تمارين التأمل والأنشطة الإبداعية يمكننا القيام بها في كل مكان وفي أي وقت.